ماذا تعلم عن الحوت القاتل؟ إنه الحوت الأكثر رعباً والأكثر ذكاءً في عالم البحار. إنه يعذب الضحية ويتلذذ بألمها قبل أن يفترسها ويأكلها. يتميز بسلوك اجتماعي معقد جداً وذكاء عالي جداً. لا يمكن لأي مخلوق بحري أن يقف أمامه. إنه يخطف أولاد الحيتان، يصطاد الحيتان الكبيرة، حتى الحوت الأزرق لا يستطيع مواجهته. اليوم سنتأمل أحد عجائب الخلق، وهو حوت الأوركا الذي سماه العلماء بالحوت القاتل. حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، هذا الحوت غريب من نوعه حقيقة. عندما تنظر إلى شكله، هو ذو شكل جميل جدا، وهو من فئة الدلافين. شكله شكل دولفين مميز جميل وديع، ولكنه يثير الرعب في عالم البحار. هذا المخلوق يزن أكثر من 10,000 كيلوغرام، تصور، ويبلغ طوله 10 أمتار. لذلك يصنف على أنه من أكبر الدلافين في العالم. يعيش في كل البحار، يتأقلم مع أي بيئة مهما كانت قاسية. فمهما كانت درجة الحرارة يستطيع أن يتأقلم ويعمل بكفاءة عالية، وهو لا يعمل إلا ضمن فريق عمل. سبحان الله، مثل البشر. يقول عنه العلماء إن ذكاءه عالي جدا بشكل لا يصدق، حيث يرسم خطط ولديه اتصالات ذكية، ويضع خطة محكمة للإيقاع بالفريسة وتعذيبها، كما يحدث مع الفقمات التي يصطادها. إذن على الرغم من ذكاء الفقمة، يستطيع أن يتغلب عليها ويحاصرها ويعذبها أيضا، ثم يتناولها مع رفاقه كوجبة شهية. تقنية هذه الحيتان تقوم على فريق العمل، فنجد أن فريق العمل يتشكل من عدة حيتان، أحيانا يبلغ العشرات. الذي حير العلماء هنا التنسيق الدقيق بين أدمغة هؤلاء الحيتان، حيتان الأوركا. كيف ينظمون العمليات؟ كيف يسيرون بقرب بعض؟ وكيف يحدثون موجة لإغراق الضحية؟ التقنية الأهم تعتمد لدى هذه الحيتان على عزل الضحية. يعزلونها، يحاولون إغراقها أيضا، ولا يسمحون لها بالخروج إلى الأعلى إلى الماء لتتنفس، ولا يسمحون لها بالوصول للمياه الضحلة، فيأخذونها باتجاه المياه العميقة. ويمكن أن تتعرض هذه الضحية لضربات ولموجات يصنعونها طبعا بحركات معينة، مما يؤدي لإرهاق الضحية وفقدانها الوعي، فتصبح فريسة سهلة يتناولونها ويتعاونون، وليس لديهم حقد أو غل أو طمع أو جشع. سبحان الله. هناك توزيع للأدوار، يعني الحوت الأقوى ينتظر للنهاية ليقوم بالضربة القاضية. سبحان الله، مثل مباريات الملاكمة. يعني الفريق من الحيتان يحاصرون هذه الضحية. قد يكون الضحية حوت، عبارة عن حوت مثل حوت العنبر، فيقومون بإغراقه وبصفعه بذيولهم وبمحاصرته حتى ينهك، فيأتي أقوى حوت في المجموعة ليضربه الضربة القاضية فيقضي عليه تماما. سبحان الله، من الذي علمهم هذه التقنيات المذهلة؟ من الذي أعطاهم القدرة على التواصل من خلال الأدمغة؟ هناك اتصالات مثل الرادار، كل واحد لديه رادار في دماغه يرسل إشارات، قد تكون ترددات كهرطيسية مثلا، يرسلها لبقية الحيتان، فيكون لديهم تنسيق عالي جدا في الحركات وفي الهجوم، حتى ضمان كسب هذا الرزق بشكل لا يصدق فعلا. هذا الحوت يمكنه اصطياد فقمة طولها 7 أمتار ووزنها 5,000 كيلوغرام، تصور، يستطيع اصطيادها
بسهولة. تصور أخي الحبيب، الحوت الأزرق أكبر كائن على وجه الأرض، يصل طوله ل 33 مترا ووزنه أكثر من 200 ألف كيلوغرام. على الرغم من ذلك يخشى هذه الحيتان. يمكن لمجموعة تتألف من 75 فرد من حيتان الأوركا أن تجتمع دفعة واحدة بنظام اتصالات معقد حتى ترهق هذا الحوت الأزرق، ويمكن أن تقتله ويكفيها وجبة لأيام طويلة. يقول الخبراء هناك بحدود 50 ألف حوت أوركا في العالم، منتشرة في كل بحار الدنيا. وهنا أيها الأحبة، يعني الإنسان يعجب، كيف يمكن لهذه المخلوقات، هذه المخلوقات موجودة منذ مئات الملايين من السنين على فكرة، نظام الاتصالات المعقد جدا لديهم من أين جاء؟ حسب نظرية التطور أن كل شيء يتطور، فالمفروض حسب نظرية التطور أن هذه الكائنات هي كائنات غبية لأنها موجودة قبل ملايين السنين. ولكن تبين أن هذه الحيتان على درجة عالية جدا من الذكاء، على درجة عالية جدا من التنسيق. وبالتالي فإن السؤال المطروح أيها الأحبة، السؤال كيف تستطيع هذه الكائنات أن تنسق فيما بينها، وكيف تستطيع أن تصل لهذا المستوى العالي من التنسيق بالحركات؟ الحوت، حوت الأوركا، مزود بمرونة هائلة في عضلاته. الضربة التي يستطيع أن ينفذها ضربة قوية، يستطيع أن يقذف بحوت إلى الأعلى عدة أمتار يقذفه، يستطيع أن يدمر سمكة قرش قوية وشرسة، يستطيع أن يفترسها. كذلك أسود البحر، حيتان العنبر، كل أنواع الكائنات البحرية حقيقة يستطيع هذا الكائن أن يصطادها بسهولة، سبحان الله. هنا لابد أن نتذكر معكم أيها الأحبة، مع هذه القطة الجميلة، أتذكر معكم قدرة الله سبحانه وتعالى على هذه المخلوقات. من الذي أعطاها هذا الذكاء؟ من الذي زودها بهذه التقنيات المعقدة؟ هل الطبيعة؟ يعني نظرية التطور تقول إنها الطبيعة التي هي طبيعة عمياء لا تعقل. يقولون إن هذه الكائنات جاءت نتيجة سلسلة عشوائية من المصادفات. بالله عليكم، هل هذا كلام منطقي؟ الشيء الأهم أخي الحبيب أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن هذه الكائنات وفصل لنا بشكل دقيق. قال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. إذن يقول العلماء إن هذه الكائنات تشبه في سلوكها البشر، ويقولون هي تحب البشر ولا تؤذي البشر، سبحان الله، إلا إذا جاء البشر بها ووضعها في مكان مغلق وحاول أن يقيد حركتها يمكن أن تؤذي. ولكن في المياه المفتوحة حقيقة لا تتعرض لإنسان، بل تلعب مع البشر، سبحان الله، على الرغم من شراستها. هذه الكائنات لديها حيل لاصطياد الطيور، ترمي لها بسمكة أحيانا، فعندما يأتي الطائر للإمساك بالسمكة يقوم حوت الأوركا بالانقضاض عليه وافتراسه، سبحان الله. هذه الكائنات أيضا لديها خطط ترسمها قبل تنفيذ أي هجوم، سبحان الله. يعني تقوم معه من خلال فريق عمل قد يتألف من 3 على الأقل إلى مثلا قد يصل إلى العشرات، يقومون بوضع خطة عمل لضمان إغراق الضحية وإنهاك الضحية وتعذيب الضحية، ثم يقومون بأكلها أو تناولها. من الذي علمهم ذلك؟ الله سبحانه وتعالى قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالله عز وجل قدر فهدى وأعطى هذه الكائنات الخلق والتصميم المناسب، وهيأ لها الرزق ثم هداها لطريقة الرزق هذه. بالله عليكم، هل هذا الإله العظيم الذي رزق كل المخلوقات عاجز
أن يرزقك أخي الحبيب وأنت تقول يا رب. لذلك مثل هذه المشاهد تدعوني أنا أولا وتدعو كل إنسان أن يتذكر رحمة الله بعباده، يتذكر أنه لا ينسى عبدا يقول لا إله إلا الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.